السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعنا صبيحة اليوم بخبر نزل على الأسماع كصاعقة برق، خبر وفاة الأستاذ الإعلامي سليمان بخليلي رحمة الله عليه. هذا الرمز، الرمز الهوياتي، رمز الأصالة، رمز الدفاع عن اللغة العربية، رمز القرآن. نحن إذا قلنا سليمان بخليلي قلنا شاعر الرسول، إذا قلنا سليمان بخليلي قلنا فرسان القرآن، إذا قلنا سليمان بخليلي قلنا سليمان الذي أخرج القرآن إلى الشوارع في زمن حصر فيه القرآن في المساجد، إذا قلنا سليمان بخليلي فإننا سنقول ونتلو مآثر لا تسعها المجالس ولا يسع الوقت لذكرها. سليمان بخليلي هذا الرمز الذي طالما دافع عن اللغة العربية وعن الإسلام ووقف في وجوه الظلمة الذين حالوا دون هذه اللغة ودون هذا الدين، فجعنا بخبر وفاته بعد صراع طويل ومتعب مع المرض. نسأل الله عز وجل أن يعوضه خيرا. عرفت سليمان بخليلي بمرتبتين، بمرتبة الإعلام كما عرفه الجميع، فوجدته ذلك الإعلام المحترف الذي وسع الناس جميعا فلم يضيق نفسه ولم يتخندق في حزب أو جماعة أو إيديولوجية. وعرفته على صعيد شخصي فوجدته رجلا طيبا لا تسع الساعات الطويلة ولا الأيام الكثيرة على ذكر فضائله وطيبته ومساعيه للخير لي شخصيا ولمن هو مثلي من الطلبة والتلاميذ. أسأل الله عز وجل أن يرحم هذا الأستاذ رحمة واسعة وأن يغفر له وأن يجعلنا من مصادر حسناته التي تؤتى له فلا يعرف من أين جاءت فيقال من هذا ومن ذاك. رحمك الله أستاذي سليمان وغفر لك. رحمك الله، رحمك الله يوم طلبت الدعاء، يوم كنت ذاهبا للعمرة فقلت لي لا تأتني بسجاد ولا بمسك ولا بمسبحة ولكن آتني بدعاء وآتني بالذكر الحسن عند المقام الحسن في مكة المكرمة. أقول لك أن هذا الدعاء باق في مكة وفي غير مكة، سأبقى أدعو لك وأعمل في سبيل إعلاء الفكرة التي عملت أنت لإعلائها. أسأل الله أن يرحمك وأن يغفر لك، وأسأل الله أن يحشرك في زمرة الشهداء والصالحين وأن يجمعنا بك في جناته، إنه هو القوي المتين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن